اسم رعب العرب لسنوات، بس برضو في شوية حنين لزمن الانتصار والوحدة كعرب. قصة حكاية وتحول من الخذلان والهزيمة إلى الانتصار الباهر في قلب صحراء سيناء. أنا محمد نبيل، واليوم راح أحكي لكم عن خط بارليف. نظام دفاعي من إسرائيل ضد مصر، اللي كان وقتها هو الأكثر قوة ودفاعية وتعقيد بفكرة من الجنرال الإسرائيلي بارليف، وللأمانة عقد الجيش المصري لسنوات. ابتكرته إسرائيل عشان تحمي حدودها الوهمية بعد ما احتلت أراضي سيناء. اللي كان يشاع عنه أنه من المستحيل أي حد يخترق هذا النظام الدفاعي، وكان عبارة عن كثبان رملية وترابية بارتفاع 22 متر وبزاوية انحدار 45 درجة وبعض المناطق 80 درجة وبعمق 12 كيلو متر داخل سيناء. كان عبارة عن ساتر ترابي ضخم بخفي وراه قصص ودفاعات أكثر تعقيد من هذا الساتر الترابي والرملي. بس هذا الساتر الرملي كان عامل مهم في منظومة الدفاع لخط بارليف، اللي كان وراء ألغام ووحدات عسكرية وأنفاق ورادارات وأنظمة هندسية معقدة جدا. استعملوا بهذا النظام أكثر من تكنولوجيا متطورة وألغام أكثر فتكا في ذلك الزمان، وكان من ضمن هذا النظام خراطيم لتسخين المياه في قناة السويس لدرجة الغليان، عشان في حال أي حدا قرر أنه يتجرأ ويعبر القناة ينغلي بقناة السويس. في خط بارليف كان في عبارة عن 22 موقع دفاعي و26 نقطة تحصينية. طبعا حصنوا المباني بالإسمنت المسلح والكتل الخرسانية الكبيرة وقضبان من السكك الحديدية عشان يحموا المنظومة من جميع أنواع القصف. وكانت كل نقطة عبارة عن نظام دفاعي معقد وآمن لدرجة أنه الخبراء العسكريين قالوا أنه هذا النظام ما بتدمر إلا بحالة واحدة، قنبلة نووية. وطبعا كالعادة إسرائيل روجت لهذا النظام وحكوا عنه أنه النظام الأقوى دفاعيا بالعالم، وما عرفت البشرية نظام أقوى منه، لدرجة أنه الخبراء العسكريين حكوا عنه أقوى من خط ماجينو اللي عملوه الفرنسيين في الحرب العالمية الثانية ليحموا حدودهم من الألمان، وأنه إذا حاول الجيش المصري يقترب من خط بارليف راح يتم إبادة كل الجيش المصري. لحد يوم 6 أكتوبر 1973، بنفس هذا اليوم هو عيد غفران اليهود، مصر اكتشفت ثغرة صغيرة استغلتها بعبقرية بفكرة من المهندس اللواء باقي زكي يوسف، وكانت عبارة عن تصميم مضخات مياه بمحركات ديزل عملاقة للوصول لضغط عالي جدا من المياه، بيزيح هاي الكثبان الرملية وبينفتح قدامهم الخط. وطبعا الجيش المصري استغل المد والجزر واتجاه أشعة الشمس في الاختراق، ومع مضخات المياه اللي أزالت تقريبا ما يقارب 3 مليون متر مكعب من التراب، وانكشف الساتر الترابي على خط بارليف. وخلال 6 ساعات يا عزيزي المشاهد، بعد المباغتة واستغلال عمل المفاجأة بهجوم بري وجوي وبحري، الجيش المصري غير مجرى التاريخ بالنسبة للمصريين والشعب العربي كامل. وبالنسبة للإسرائيليين، خط بارليف تم تحطيمه، والجيش المصري استعاد الضفة الشرقية من قناة السويس. طبعا الإسرائيليين كان بالنسبة لهم الموضوع نفسي أكثر من أنه عسكري. خط بارليف روجوا له بأعلى مراحل أنه قوة دفاعية، وكان رمز للقوة والصمود، اتحول لأنه صار رمز للتحرر والسيادة بالنسبة للشعب المصري والشعب العربي أجمع. طبعا القصة ما بتكتمل إلا لما نذكر تضحية الأبطال من الجيش المصري والشعب المصري اللي حولوا الاحتلال الإسرائيلي لنقطة عزة وانتصار. وهيك وصلنا لنهاية حلقتنا يا عزيز المشاهد، إن شاء الله أنك تكون استمتعت، وإلى اللقاء.